عليكم الغزالات ديالي ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كيف ديما الحبيبات ديالي، ما كاين غير الهميزات الهميزات الهميزات، فخليكم معايا وتشوفوا فين نديكم اليوم. يلا تمشيو لي. غوغو البنات، المهم كنت جالسه ما عليا ما بيا حتى كنلقى هكا فيسبوك البنات حاطين بلي فريمون كاينين دي برومو في واكيكي لانفاس المرجان. لي تيشيرت قال 30 درهم 40 درهم، المهم قالوا بلي كاينين هميزات بزاف، كاينين دي برومو بزاف، وانا نقول صافي هي الاولى، هي اللي ما تعاودش نمشي نشوف شنو كاين. وهي هذيك درت لكم تور في كل شيء مرجان، وصراحه اللي كانوا فيه هميزات واعرين هانتوما غادي تشوفوا. من بعد درت الواكيكي ومراها درت البريكوما، دونك هذا الفيديو غادي يكون مزيج ما بين هاد لي تخوا هادو. وصراحه الحاجات اللي كانوا هميزات بزاف راني صورت لكم، واكيد غنبغي رايكم في واحد الحاجه فخليكم معي في الفيديو نهضروا عليها من بعد. المهم هنا كنت وصلت المرجان، واول حاجه عجبتني حمقتني هما هادو ديال الكغاطه، هاد ليمون فريمون زوينين، وفيهم جوج القياسات، فيهم الكبار وفيهم الصغار، فريمون حمقوني بزاف، والثمن ديالهم واعر واعر بزاف. غير انا كانوا عندي ديجا ما قلت ما نزيدش نتقل ديما جايه غاده بالماعن غزالات ديالي. وعاد هاد لي زونسومبل هادو، هاد لونسومبل جاي في الدوغي، يعني كتلقاو القياسات ديال الطباس الكاملين. لي زوينه فيهم كلك تقاد لونسومبل ديالك من تما، هادشي باش يعجبني. وجايبين صراحه دي موديل هكا مختلفين وزوينين، مبدلين هكا على المعينات اللي كنشوفو. صافي هنا غادي نخليكم مع المعينات حيت راكم عارفيني ضروري منين نجي جيت المعن ندير واحد الدوره هي الاولى، عاد نمشيو نشوفو راه خرجوا لي بيرو على ود الاستعداد للدخول المدرسي. ونوريكم الحويجات اللي دايرين فيهم بروموسيون ابتداء من 30 درهم. يا البنات كيحمقوا، يلا خليكم معايا. الزلات ديالي شوفوا لي هاد الهميزه هادي، علاقه دايره ب 199 درهم وزوينه بزاف، فيها بزاف ديال البارتي اللي تستغلوهم. جاي لتحت فيها فين دير الصبابط، جاي واحد البارتي في الوسط هكا دير فيها السكن، وعاد العلاقه فين تعلق حويجات ديالك. صراحه زوينه وثمن جد 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 مناسب، عجبتني ديك الساعه. كنفكر يمكن نولي ناخذها ان شاء الله. المهم كاين هكا لي سالا مونجي بدي بتي بخي هكا، ومهم شي 500 درهم وانت طالعه. وكاينين هاد لي ميغوار بانوا لي كاينين هنا، جابوهم في الالوان، انا كنت خديت بحالهم واخدها في الجولد، مي هادو بانوا لي يمكن زايدين على ديالي، بانوا لي طواولين شويه. هادي انا كنقول لكم باي باي. لي بري ديالهم يمكن هاد الميغوار دايرين يمكن شي 99 درهم، المهم شي 100 درهم بحال هكا. الحاجه اللي لقيتهم جابوها جديده هما هاد لي زيتاجير اللي كانوا صراحه كيكونوا يا في كيتيا في ايكيا، دابا راهم كاينين، كاين في النوار وكاين في البلون وفي داك اللون الخشب، وصراحه زوينين. وراه حتى الثمن ديالهم جد مناسب، يجي تقريبا شي 179 الكبار والمويان شي 110 درهم بحال هكا. واستعدادا للدخول المدرسي لقيتهم جاي حاطين لي بيغو بشكل باللوان اللي بغيتو، سواء الدراري الصغار الكبار، البنيتات الوليدات، صراحه كاينين فين تختاروا. خليت لكم هكا واحد لو تور تما لي بيغو اللي كاينين كاملين هكا، حاولت نشدهم لكم بلي بري ديالكم تاخذوا فكره. اللي بغى ياخذ وليدات ودي بيغو دابا في الاول ديال الدخول المدرسه ان شاء الله، ونتلاقاو من بعد جهه الحوايج. خليكم معايا.
هو الكبيدات هنا كنت دايزه وانا نلقى البرومي لله في الحويجات ديال الدراري. شوفوا لي تيشيرت ب 40 درهم فهاد جايين في الوسط، وفاش مشيت للبارتي زعما جايين في جهه ما عندك شي فهاد البارتي هادي في مرجان، وفاش مشيت للجهه فين دايرين الحوايج ديال الرجال راهم كاينين ابتداء من 30 درهم ولا غجو شويه البنات. عرفتي كاين لو شوا اللي بغات تقدر وليداتها تكسي وليداتها فهاد الوقت هذا راه لي تيشيرت موجودين، سراول كل شيء، وبصراحه واثمنه واعره بزاف. هنا قبل ما ندوز لجهه الرجال لقيت هكا حتى لي تيشيرت ديال العيالات دايرين فيهم هكا دي برومو بحال شكل سيرفيت هكا تلعبي بيها سبور ولا في الدار بحالي انا. ان شاء الله بيع عواله العام اللي جا كيلقاني عواله ندا سبور. لتحت داير ب 60 درهم، والفوق 30 درهم، واعره. وشوفوا كيفاش كاينه، انا صورتها لكم هكا في المانكا كتجي يا سلام. نيت ولي عندي هاد الطاية نلبسها صافي. لا شوفوا ديروا فيا الكوراج وندير فيكم الكوراج باش نبداو سبور ان شاء الله. المهم جي انا جيت لكم جهة الرجال راه ابتداء من 30 درهم بلوتو. وشوفوا لي البنات الالوان موجودين والشكلات وهكا لي تيم زعما ديال لي تيشيرت وداكشي، عطا الله فين تختاروا لوليداتكم وكل شيء. هذا جهدي عليكم يا الناس يا البنات. المهم نتلاقاو باش نمشيو من بعد هاد الدويره، نتلاقاو باش نمشيو لهذا الواكيكي، راه حتى هما ديما كيكونوا فيهم يا البنات لي برومو بزاف صراحه. غير هو خصكم تقلبوا مزيان، عرفتوا راه طيحوا فاش كتدخلوا في الاول. انا في الاول اول مره غنشوف هاد الواكيكي هادي، اجتني بحجوطيه معلقه والله، قلت ويلي شات شي كلشي معلق الحوايج وهذا وكتلفيه وكيبالكش، ولكن فريمون الا كان عندك الوقت هي قلبي في شويه كطيحي في دي زارتيكل لي تري بون بري ما تلقاي في شي بلاصه اخرى وكاليتي. اش غادي نقول لكم، كطيح وداكشي واعر بزاف. هذه كانت عجبتني، ولكن المشكل هو فين نقيس فين تقيس القياس، داك هو الكارثه. لي تيشيرت كاينين ب 40 درهم 30 درهم والكاليتي ديالهم واعره زوينه بزاف. هنا كنت كنحاول نوريكم هذا التيشيرت داك لي موتيف اللي فيه كيف دايرين، وبارد زوين 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 بزاف. كيف ما قلت لكم في هاد واكيكي هادي اللي جايه في مرجان ديال واد فاس، غير خصكم تقلبوا مزيان اللي تجينا، عرفتوا كتلقاو لي بخي واعرين بزاف. هنا كنقول لكم الا كنتو ضابطين لا طاي ديالكم مزيان راه غيخدو عينيكم ومضيم لي كلب حالي مسكين كيخاف راه بقى تما. المهم هنايا راه كاينين حتى هما دايرين دي برومو واعرين، لا في الجهه ديال الرجال ولا في ديال العيالات. سكي في غير زعما اغتنموا الفرصه اللي كان باغي يشري وفي هاد الوقيته راه يلقى لي بخي ناقصين. يلا البنات نخليكم دابا ونتلاقاو في هاد الجوله اللي فواكيكي، ونتلاقاو في بريكوما باش غادي نمشيو نشوفو هذا البابي اديزيف. يلا نتلاقاو من بعد. كبيدات جيت لهنا البريكوما وجيت نيشان ما درت لها كلاك، جيت نيشان البارتي ديال البابي اديزيف. عرفتي البابي ديالهم على ضمانتي ديال بريكوما، على ضمانتي خدوه بينكم مغمضين الا بغيتو تبدلو شي حاجه في الكوزينه. انا باغيه نبدل اللون ديال الرخامه اللي في الكوزينه طلعت لي في الراس في هذاك البيض والكحل، وديجا الرخامه كتطبع يعني الا درتي الحامض ولا شي حاجه تقاس لك كيشرب داك الرخام. سكيفي باغيه ناخذ يا اما النوار يا اما داك اللون ديال الخشب.
هذا اللون اللي كل شويه مفتوح وراني دايخه يا البنات، عطوني رايكم. هذا طلع لي في راسي، هذا البيض اللي كيكون فيه ديجا يعني شايفاه معاوده. دونك دابا عندي جوج اختيارات، يا اما النوار يا اما داك اللون ديال الخشب اللي محمقني بزاف. عطوني نتوما رايكم، راكم شايفين الالوان اللي عندي في الكوزينه ديالي. تن تعاونوني في الاختيار. المهم انا كنفكر يا اما النوار، هو النوار كيبقى صراحه كيجي كلاس وزوين في الرخام، ولكن واش يزيد يظلم الكوزينه ويعطيها زعما ما تجيش تجي باينه مظلمه، ما عرفتش حيره ما بين هاد الجوج. عاونوني في الاختيار. محسن، واش داك اللون ديال الخشب ولا النوار؟ وصراحه على ضمانتي البنات ما كيوقع له والو، ديجا راني مجرباه دايره في لي بلاكار. صراحه شحال نقول لكم، غسلوه حكوه والله ما كيوقع له حتى شي حاجه. دابا راه عام تقريبا ولا اكثر ما وقعت له حتى شي حاجه، باقي هو هو. نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، نتلاقاو في فيديو ماجي ان شاء الله. خليتكم في امان الله، السلام عليكم، باي باي.